تكاد لا تفرق بينهن. في لباس تنتفي معه كل الصفات والمراكز الاجتماعية، مريدات الزاوية القادرية البوتشيشية أو الفقيرات كما يطلقن على أنفسهن في لقاء سنوي بمداغ. إحداهن السيدة صفية، مكسيكية اعتنقت الإسلام بعد أحداث 11 من شتنبر، بعد أن استمعت إلى الآذان. هي التي لم تكن تفقه شيئا في اللغة العربية. J'étais à Casa et je suis ici parce que quelqu'un m'y a invité pour جئت إلى مدينة دار البيضاء بدعوة من طرف الأصدقاء وسمعت الأذان. الأذان هو دعوة من الله للدخول إلى الإسلام. Je suis rentrée en France et je me convertis avant le Ramadan. السيدة الصفية واحدة من بين آلاف النساء اللواتي يفدن إلى مقر الزاوية القادرية البوتشيشية وهي تحتفي بحدث مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. نحضر إلى هنا مرة أو مرتين في السنة من أجل الاحتفال بعيد المولد النبوي أو بليلة القدر. بالنسبة لنا مناسبة للالتقاء مع الشيخ. L'occasion, l'Aïd Mawlid Nabawi, c'est l'occasion effectivement. عيد المولد النبوي مناسبة للتلاقي بيننا ولنتقاسم حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. Dieu et du prophète عليه الصلاة والسلام. لمريدات الزاوية القادرية البوتشيشية برنامج حافل، جلسات ذكر وتراحم ومتابعة لأشغال الملتقى العالمي للصوفية، حيث للمرأة العالمة إسهامها وكلمتها في المجال التربوي والديني.